بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الأخبار المفبركة التي تم بثها في عدد من وسائل الإعلام والصحف والمواقع المصرية بشأن تعيين وزير جديد للنقل يدعى محمد وجيه خلفا للوزير السابق هشام عرفات. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي إن التحقيق يشمل ملابسات الخبر كافة وكيفية تورط الوسائل الإعلامية في النقل من مواقع التواصل الاجتماعي. القصة ترتبط بتغريدة لمواطن حملت اسم والده المتوفى كمرشح الوزارة، وبالرغم من حذفه لها بعد ساعات قليلة إلا أن عددا من وسائل الإعلام نقلت المعلومة ونسبتها لمصدر مقرب من صناع القرار، الأمر الذي وضع كثيرا من وسائل الإعلام في حرج يتعلق بمعاييرها المهنية. سيكون لنا النقاش عن الإعلام والمعايير المهنية لكن بعد هذا التقرير. محمد وجيه عبد العزيز اسم مواطن مصري لا يبدو غريبا ولا يبدو مألوفا، قد يكون لمزارع في الصعيد أو طبيب في المنوفية أو لشاب عاطل عن العمل أو للاعب كرة قدم ناشئ يحلم بأن يصبح محمد صلاح آخر. الاسم نفسه يحمله أيضا مرشح بارز لشغل منصب وزير النقل بعد كارثة محطة قطار القاهرة الأخيرة. لا جاي أقول عن خبراتي في السكة الحديد. هذا ما ذكره على الأقل عمرو أديب وأحمد موسى وصحيفة الأخبار اليوم والشروق المصريتان وتلفزيون صدى البلد ووسائل إعلام محلية وعربية أخرى. لكن مهلا، من هو هذا المحمد وجيه عبد العزيز الذي غزا فجأة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري السائد على حد سواء؟ تبدأ القصة من هذا الحساب على تويتر، خالد عنخ أمون الأول، الذي نشر صاحبه خالد وجيه تغريدة وضع فيها اسم المهندس محمد وجيه عبد العزيز كأقرب المرشحين لتولي وزارة النقل. تغريدة سرعان ما تلقفتها وسائل الإعلام التقليدية، إشاعة بلا مصدر موثوق تتحول إلى خبر رئيسي يتصدر المواقع الإلكترونية والشاشات. تقريبا كل البرامج خدوا الخبر ده وقال لك محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل. ساعات تمضي ليعود الحساب التويتري نفسه خالد عنخ أمون الأول ويكشف أن المرشح المزعوم ما هو إلا والده المتوفى من 11 سنة بالتمام والكمال. الأب الراحل لا هو مهندس ولا خبير سكك حديدية ولا من يحزنون. ما تناقله بفخر إعلاميون مصريون للإشادة باختيارات عبد الفتاح السيسي وحلوله ما هو إلا محض اختلاق. الإعلام المصري الذي سبق له أن وجد علاجا للإيدز يستبدل الكفتة بالمرض وتحدث عن تشكيل مجلس إدارة للعالم سرعان ما سيتجاوز فضيحة الوزير الميت، وإنما سيعود لمجلس إدارة شؤون العالم. لكن اللافت أن من عرى الإعلام المصري هذه المرة مواطن مؤيد للنظام مخلص في تأييده، لا يمكن وصمه بالإرهابي ولا اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف شيماء أبو الخير الصحفية المصرية. أهلا بك معنا شيماء. بداية شيماء، كيف تنظرون إلى كافة ملابسات هذا الخبر ولماذا وجد رواجا وترويجا من جانب وسائل إعلام مصرية شبه رسمية تعتبر ضمن دائرة مغلقة؟ لماذا يعني توهمت بهذا الخبر؟ يعني في الحقيقة هذا الخبر مؤسف للغاية، وكيف تم التعامل معه من الإعلام المصري كان شديد الأسف في الحقيقة، وبيكشف على قد إيه هذا الإعلام المسيطر عليه من الأجهزة الأمنية والذي في الأساس بيتبع في مضمونه السلطات المصرية سواء هو إعلام خاص أو إعلام رسمي. وجدنا لكن بنجد أنه رخو جدا في تعامله مع هذا الخبر لأنه لم يتحقق من مصدر المعلومة واعتمد على تويتر نشرها أحد المواطنين الذي يصف نفسه بأنه من أنصار الدولة المصرية، وهو في الحقيقة ارتكب جريمة كبرى جدا بهذه
الفيديو طبقا للقانون المصري، لكن بيكشف قد ايه الاعلام اصبح هش جدا لا يدقق معلوماته. ومن المؤسف جدا ان احنا نجد اعلاميين كبار لديهم اتصالات قويه جدا بمصادر مسؤوله في الدوله المصريه، كان عليهم الاولى عندما يحصلوا على هذه المعلومه ان يتحققوا منها وان يتاكدوا من مصدرها وان يحصلوا على تصريح رسمي من احد الجهات الرسميه حول مصدر حول حقيقه هذه المعلومه. ولكن للاسف هم تعاملوا بشكل سريع جدا مع هذه المعلومه كما لو كانت هي معلومه حقيقيه، لانهم انبهروا جيد جدا بحقيقه ان هناك شخص مسؤول مصري لديه خبره كبيره في بلدان اخرى قد يتحول منصب وزير للنقل في مصر، وهذه حقيقه لم تحدث. يعني هذا خبر كاذب، وصاحبه في الحقيقه نشر وقال انه كان يحاول ان يختبر الاعلام كيف تتعامل معه، ولكنه في الحقيقه زرع او قام عمل فخ الاعلام الرسمي الذي هو نفسه جزء منه. طيب، من ضمن الملاحظة أن الشخص صاحب تغريدة تعيين وزير النقل يقول كتبت هذه التويتة بسبب الشائعات التي تمارس ضد الدولة من الإخوان والإرهابيين، يعني هو يتهم الإخوان ربما أنهم من يروج لهذه الأخبار رغم أنه هو من كتب هذه التويتة. يعني هذه ظاهرة شماعة الإخوان، يعني هل هي ظاهرة فعلا؟ والله يعني بكل تأكيد هناك معلومات مغلوطة وشائعات يتم ترويجها في المجتمع المصري من كافة الطيارات، ولكن بكل تأكيد وما يمكن أن نؤكد عليه أن صاحب هذه التويتة هو شخص موالي للدولة المصرية، وهو شخص قام بترويج إشاعة. هذه الشائعة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، يعاقب عليها قانون الإعلام المصري الذي أقر مؤخرا، وهو ذات نفسه قام بفعل يدعي أن هناك آخرين يقومون به وهو ترويج أو نشر أخبار كاذبة. ما قام بفعله في محاولة منه لإدعاء أن هناك طيار سياسي آخر سواء هو الإخوان أو غيره يقوم بنشر هذه الشائعات، لا، هو فضح بنفسه الإعلام المصري وتورطه في نشر أخبار كاذبة، وأن الإعلام المصري قام بتزييف هذه الأخبار عن طريق أنه استغل نفس ذات الشخص الذي يمثل الدولة المصرية ذات نفسها في هذه التويتة بنشر أخبار كاذبة. فهو في الحقيقة أكد ما هو مؤكد من أن السلطات المصرية والإعلام المصري هو من يروج للشائعات، من قام بالترويج عن جهاز علاج الإيدز والكبد، من قام بالترويج عن مجلس قيادة العالم. هذا هو الإعلام المصري، ليس إعلام الإخوان، هذا الإعلام الرسمي. طيب سيدة شيماء، هذا الشخص الموالي للدولة هل تتوقعين أنه يتعرض لعقوبة أم لا؟ لا يعني أنا أولا لا أدعو أنه يتعرض لعقوبة، لأن هو عليه، هو اعترف بخطأه وقام بتصحيحه، فأنا لا أدعو إطلاقا بأنه يتعرض لعقوبة. ولكن يجب أن يعي المؤيدين للسلطة المصرية أن من ما يقومون به سوف يعود عليهم. يعني ما قاموا به بالفعل من سن تشريعات وقوانين خاصة بنشر هذه الأخبار الكاذبة واستخدامها بشكل مطاط ضد المعارضين واستخدامها بشكل مطاط ضد الطيارات السياسية، هذه القوانين يمكن أن تزج بأنصار الدولة نفسهم إلى السجون. وهذا ما حدث، يعني نجد اليوم المجلس الأعلى للإعلام بيدعو إلى تحقيق مع وسائل الإعلام المصرية. طيب هذه خطوة إيجابية سيدة شيماء، خطوة المجلس الإعلام نعم طبعا بكل التأكيد إيجابية طبعا بهذه الخطوة، ونشيد بأي إجراءات تقوم بها السلطات المصرية أو حتى لو جهات تحقيق. بس طبعا احنا بكل التأكيد نؤيد على أن المجلس الأعلى للإعلام يتصدى لمثل هذه الأخبار الكاذبة، وأن يوقع العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاصة بعقوبات سواء غرامات أو سواء منع من النشر أو إجبار هذه الوسائل الإعلامية. طيب شيماء، يعني سيدة شيماء، ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها مثل هذا النوع من الأخبار، يكون مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. إحدى المرات تم نقل مشاهد من إحدى الألعاب في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ألعاب إلكترونية تم نقلها عن طريق وسائل إعلام مصرية، وأحد المقدمين بدون ذكر أسماء تم نقل هذه تفاصيل هذه الألعاب الإلكترونية على أنها أحداث حقيقية، ومن ثم تبين يعني زيفها فيما بعد. ولكن الملاحظ أنه لا يصدر اعتذار من جانب وسائل الإعلام أو من يقدم في وسائل الإعلام هذه المعلومات. يعني في الحقيقة لماذا برأيي؟ اسمح لي أن أرفع عن حضرتك الحرج بهذا المثال الذي طرحته، وهو
خطأ إعلامي جسيم جدا قام به الإعلامي أحمد موسى عندما أذاع بعض من الفقرات الخاصة بلعبة جيم إلكترونية خاصة ونشرها على اعتبار أنها عمليات عسكرية قام بها الجيش المصري. وبكل التأكيد العمليات التي يقوم بها الجيش المصري هي عمليات تشرف أي مصري، لأنها عمليات ضد كيانات إرهابية ونحن نؤيد هذه الأمور، ولكن لا نؤيد تزييف وعي الشعب المصري واستغلال ضعف وقلة المعلومات المتوفرة للمواطنين عن هذه العمليات من خلال استخدام ألعاب أو توفير هذه. بكل تأكيد هذه المؤسسات لا تعتذر لأنها تعلم جيدا أنها لن تتعرض إلى عقوبة مهما نشرت وسائل الإعلامية التابعة للدولة والممولة من أجهزة المخابرات أو الممولة من رجال أعمال تابعين للدولة المصرية. هم لا يتعرضون لأي مساءلة لا أدبية ولا مهنية ولا قانونية مثلما يتعرض له المعارضين والنشطاء السياسيين. نحن ندعوهم على الأقل إلى الاعتذار وتصحيح المعلومات الخاطئة، ويجب أن يقوموا بذلك لأن في الأول والآخر الرأي العام ينظر إلى هذه الوسائل الإعلامية باعتبارها وسائل نشر الأكاذيب يعني. طيب سيدة شيماء، أخيرا يعني العقوبات المتوقعة لهذه الوسائل وسائل الإعلام، هل هناك مثلا حصل في الماضي أن تعرضت لعقوبات؟ ما نوع هذه العقوبات؟ يعني العقوبات بتبقى في إطار إذا كانت صحف يفضل أن الصحف أنها تقوم بنشر نفس المساحة التي نشر فيها الخبر المزيف بنفس المساحة تكذيب أو تصحيح أو اعتذار للرأي العام. على وسائل الإعلام أن عليها أيضا أن تنشر سواء الإعلام المرئي أو المسموع كان راديو أن تخصص نفس المدة الزمنية التي تم تخصيصها لنشر هذا الإعلان أو هذا الخبر الكاذب بحيث أن يتم تصحيحها في نفس المدة الزمنية أو توقيع بعض الغرامات المالية طبقا لما منصوص عليه في القانون الحالي. ولكن بكل تأكيد نحن ندعو الزملاء الإعلاميين الذين يعملون في الإعلام الرسمي للدولة إلى تحري الدقة، إلى الالتزام بالمعايير المهنية في نشر الأخبار، وإذا والتأكد جيدا من أن نشر أي أخبار مزيفة أشكرك شيماء تسيء للدولة المصرية. شكرا لك سيدة شيماء أبو الخير الصحفية المصرية على انضمامك معنا في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى النهاية، شكرا متابعة، إلى اللقاء.